أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني استجابة لدعوة أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، وذلك بالتزامن مع انطلاق المشاورات اليمنية بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.